مشاهدينا اهلا بكم معانا في حلقه جديده من انا والناس. حلقتنا النهارده حلقه من اصعب الحلقات اللي اشتغلنا عليها، عشان واحنا بننفذ فكره الحلقه لقينا الحلقه خدتنا في اتجاه تاني خالص. وده بالظبط اللي بيحصل في الحقيقه، انك تشوف ناس من بره وتحكم عليهم، تحكم عليهم في 10 ثواني، ولما تقرب منهم وتعرف ظروفهم تحكم عليهم حكم تاني خالص، وممكن تكتشف كمان ان حكمك كان في منتهى الظلم والقسوه. وده اللي حصل معانا بالظبط. احنا كنا عايزين نعمل حلقه عن الراقصات اللي بيشتغلوا في الافراح الشعبيه، واحنا بنعمل الحلقه ما عرفناش احنا جايين نعمل الحلقه دي عشان نتكلم عن سلبيات الراقصه، ولا حلقه بتكشف ضعف المجتمع وتخاذل المجتمع اللي ممكن يدمر مستقبل اي حد، وقد ايه في ناس ممكن يكونوا مظلومين. فاحنا روحنا لها القرية، تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مرة تانية. مشاهدينا دلوقتي احنا في بلقاس، هي قرية قريبة من المنصورة، قرية صغيرة، جايين هنا عشان خاطر دينا او نور الحياة، ده الاسم الجديد بتاعها. انا شفت صورها قبل ما اجي، قالوا لي احنا، قلت لهم انا عايزة اعمل قصة عن رقصات في الافراح الشعبية، لان انا بشوف الرقصات في الافراح الشعبية مختلفين عن اي رقصة تانية بنشوفها، شكلها مختلف، طريقتها مختلفة، الجو اللي بتبقى قاعدة فيه جو مختلف، افراح شعبي. فقلت لهم انا عايز اعمل حلقه عن الراقصات في الافراح الشعبيه. قالوا لي طيب ماشي. اتصلنا بواحده منهم وكلمناها، بس لقيناها في الاخر انها بتاخدنا في سكه تانية خالص. هي مش رقاصه في فرح شعبي، هي رقاصه في كباريهات في شارع الهرم. بس انا شفت صورها رقاصه، بس لما قالوا لي سنها ما صدقتش. قلت لهم عندها كام سنه؟ قالوا لي عندها 18 سنه. ليه 18 سنه؟ ازاي قانوني اصلا؟ ما اعتقدش انه ينفع. فقلت لهم خلاص تعالوا نصور معاها ونشوف ازاي هي صغيره كده وتوصل للمرحله او للوضع اللي هي فيه دلوقتي. انا شفت صور واحده رقاصه، اما شفتها بره كتابة دخلنا الشارع قلت لهم مين دي؟ دي اللي انا جاي اصور معاها؟ طفله من غير ميك اب بقى ومش عارف ايه، طفله بيبي. قالوا لي كمان ان هي اتجوزت وهي صغيره، اتجوزت وهي عندها 14 سنه، زواج قاصرات، 14 سنه عندها زواج قاصرات انها تتجوز. فهل هي مجرمه ولا هي مجني عليها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ وصلت للحال ده ازاي؟ عدت بايه في حياتها عشان تبقى كده؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. تعالوا نشوف. دينا، بما اننا هنا في بيتك، ده البيت بتاعك اللي انت تربيتي فيه طول عمرك صح، ولا كنتي قبل كده في بيت تاني؟ لا، يمكن تربيت شويه بيت العيله بقى، جدي بس الله يرحمه. الله يرحمه. طيب شايفة بيت متواضع، تمام، شارع برضو متواضع، ناس حواليكي كويسين. كلميني عن تربيتك هنا في البيت، أبوكي كان معاكي ولا ما كانش معاكي؟ والدتك بس اللي كانت موجودة معاكي، ليكي أخ أنا عارفة. احكي لي عن نفسك شوية وانتي صغيرة. بصي، هو أنا بابايا ما كانش معايا، بابايا تعبني وأنا عندي 4 سنين، ما شفتوش غير وأنا عندي 11 سنة. مامتي هي اللي ربتني، عندي اخويا محمد 16 سنه. بس باباكي كان بيبعت لكم مصاريف؟ لا خالص، ما كانش يعرف عني حاجه اصلا. مامتك هي اللي كانت بتصرف؟ مامتي اللي كانت بتصرف عليا. اشتغل ايه مامتك؟ مامتي شغاله في اي حاجه بتجيب فلوس، يعني ممكن اعملها في مكان ما. عاملة نظافه شغاله. يعني هي دلوقتي بتشتغل فين؟ في المحكمه. عاملة في نظافه. ممكن عشان تربيكوا او عشان كان خاطر، طبعا اكيد ظروف الحياه صعبه، كان ممكن تشتغل في البيوت او حاجه زي كده عشان خاطر تساعدهم. اي حاجه بتقول لك اربي ولادي كويس عشان امامهم ما يشمتش فيهم، ما تحسش ان هي ناقصه حاجه. بس مامتي ربتنا وربتني انا واخويا، دخلت المدرسه كنت شاطره جدا. كنت متفوقه في المدرسه جدا، ذكيه. انا يعني زعلت قوي ان انا سبت الدراسه. يمكن لو سبتي الدراسه في ايه؟ في كام؟ في ثانيه سياحه وفنادق. جبتي كام في الاعداديه؟ 98.5. 98.5%. وهنا كنت المفروض ادخل ثانوي عام. كانوا بيتكلموا على والدتك كتير؟ طيب. جدا. بيقولوا عليها ايه؟ مشيها مش كويس، هي عايزه تفضل كده من غير راجل عشان تعمل اللي هي عايزاه، اي كلام. طيب وبعدين؟
انا رفضت والدي ان هو يرجع يعيش معانا تاني عشان انت واحد عشت بره كتير ولا سالت انت ليك ولاد عايشين ميتين حصل لهم ايه، ما فيش الكلام ده. فرفضت، فبدا يتكلم عليا انا. ابوكي بدا يتكلم عليكي ازاي؟ يعني بيقول عليكي ايه؟ ممكن نقول شكك فيا ان انا مش بنت. ورحت كشفت. راح كشف عليكي؟ ولقاكي بنت الحمد لله. وقال لها خلاص، قال لوالدتي خلاص هنجوزها عشان تعيش، وعشان بقى ما ينفعش ان هي بعد ما راحت. يمكن هو شك فيكي فعلا ان انت رافضه وجوده ليه في البيت، فقال يبقى هي بتعمل حاجه غلط. انا رفضت وجوده عشان هو ما كانش بيسال عني في الاول، انا ما عبرش اصلا. ولا انت ساعتها برضه كنت هتبقي براحتك بقى ومش هتقعدي في البيت؟ كنت لسه برضه عيله، فكنت لسه مع. طيب كان عندك كام سنه وقتها؟ 14 سنه. كان عندي مثلا 12 سنه. 12 سنه هو جه قاعد معاكم في البيت هنا؟ جه قاعد معانا في البيت. وبقى يصرف؟ لا ما بقاش يصرف. مامتك والدتي اللي شغاله، والدتي اللي بتصرف. وبعدين قال لمامتك نجوزها بقى؟ اتجوزت. كان عندك 12 سنه. جوزتي انت عندك كام سنه؟ 14. قعد معاكم السنتين دول في البيت؟ بس ولا كان اكن في اب معايا في البيت، كان هو بالنسبه لي ميت مش موجود. اتخانقوا مع بعض كتير؟ جدا. مد ايده عليكي مره؟ حاول مره بس اخوالي رفضوها، لان اخوالي هم اللي مربيني. فهم وقفوا له بقى من صغري اصلا، من يمكن من وانا اتولدت كنت متربيه شويه مع اخوالي خلالك. وجدي اللي رباني. فحتى كنتش بقعد معي، فما حسيتش بيه. فلما كان يجي يقعد معانا في البيت ما كانش يفرق اذا كان موجود او مش موجود. وكنت ساعتها في دراستي وكنت متفوقه في دراستك. كان كل همي مدرستي. طب وليه وافقتي تتجوزي وانت عندك الكلام كتير 14 سنه لازم تتجوزي ومش عارفه؟ البنت مسارها لبيتها، البنت فزلنا على ودان امر السحر. فانت اقتنعتي كده؟ مش اقتنعت بس عملت اللي هم عايزينه. كنت مبسوطه في اول الجواز ولا كنت مش فاهمه؟ لا ما كنتش فاهمه خالص. وبعد كده حبيتيه؟ بعد ما بقيت حامل. حملتي بعد جوازك بقد ايه؟ مفيش، بشهرين. حملتي وانت عندك 14 سنه؟ كنت حامله وانت عندك 14 سنه؟ خلفت توأم. 14 سنه ينفع اصلا؟ انا حظي كده. وحملتي؟ وحملت في توأم. طب هما فين؟ ربنا يرحمهم. ماتوا؟ كان عندهم ضمور في المخ. اتولدوا عندهم ضمور في المخ؟ وراثه. كانوا بنات ولا اولاد؟ بنات. بنتين؟ حنين وردينا. طب وما خلفتيهم حسيتي بايه وانت صغيره كده؟ كنت حاسه باي مشاعر امومه ولا كنت صغيره لسه مش فاهمه؟ كنتش فاهمه بس فهمت بعد ما ماتوا. سبتي جوزك امتى؟ سبت جوزي يعني ولادي مثلا عندهم 4 شهور. ودي سبتيه؟ خاني. خانك صاحبتي. صاحبتك كانت قريبه منك قوي. خانك انهي نوع من الخيانه؟ حبها وكان عايز يتجوزها ولا امال ايه؟ يا ريت. لا ده خيانه ان انا شفتها بعيني بقى. وبعدين ولا اي حاجه، طلعت بعدها. قررتي امتى تبقي موديل؟ واولادك عندهم قد ايه؟ يعني ممكن بعد ما حنين توفت. توفت وهي عندها قد ايه؟ 8 شهور. 8 شهور. طيب سافرتي القاهره؟ اشتغلت اول كليب. جالك الكليب ده ازاي وانت هنا في بلقاس ولا لما رحتي القاهره؟ حصل ايه بقى؟ عملتي ايه؟ على الفيس. كان ليا كان ليا اكونت على الفيس، فعايزه اشتغل موديلز. ففي مخرج اسمه خالد مطوع كلمني وقال لي انا عندي تصوير كليب تعالي. كليب كان بتاع ايه؟ كليب شعبي. اغنيه شعبيه. رحتي عملتي ايه فيه؟ واحد دراما واثنين هنك اللي هو رقص شرقي، بس مش رقص اللي هو رقص كرقص شرقي يعني. ورقص موديل ترقص مع مجاميع ولا لوحدك؟ لا لوحدي. لوحدك. وبعدين فبدات اشتغل لحد ما بنتي ماتت. جيت قعدت هنا فتره، ردينا توفت، جيت قعدت هنا فتره. وبدات بقى من بعدها ان انا ابقى مقيمه دايما في القاهره. اتمرمطت كتير بقى عشان اوصل للموديل. مجال الموديلنج فيه مرمطه كتير. جدا. وانت دخلتي كمان مجال المجاميع اللي هو؟ دخلت الاول كليبات، ومن بعد الكليبات بدات مجاميع لسه من فتره قريبه جدا. شفتي ايه في المجاميع؟ لا شفت كتير. عارفه اللي هو صاحب المكتب عشان يوديكي مقابله مثلا انترفيو مع شركه انتاج، فلازم يكون له علاقه معاكي. عملتي مع العلاقه دي هتروحي هتبقي انت من الاوائل الناس اللي تروح شركه الانتاج تعمل انترفيو عشان تطلعي مجاميع، مش عشان تطلعي مشهد مثلا. عشان اخد مثلا دور متكلم. عشان يديني جملتين اقولهم مثلا في فيلم او مسلسل. وبتاخدي عليهم كام الجملتين دول؟ حسب بقى، هو اللي بيقيم. 100 جنيه، 150 جنيه، 200 جنيه. انا يمكن اقل حاجه خدتها مثلا 200 جنيه. لما بنزل مجاميع والوجبه.
لما بنزل مجاميع. في مخدرات في المجاميع؟ في ناس كتير بتشرب مخدرات كتير جدا. بصي وانا مجربتش، انا اخري سجاير. ممكن ناس كتير جدا تستغرب كلامك دلوقتي، طب انت زعلانه ليه ومضايقه ليه؟ طب انت رقاصه. انا رقاصه عشان فلوس، اشتغلتها عشان فلوس. عشان انت محتاجه فلوس؟ عشان محتاجه فلوس مش أكتر. مش عشان انا حابه الرقص الشعبي، بس الرقص الشعبي فن. اشتغلتي في افراح شعبي؟ لا، كنت بشتغل في قاعات. قاعات شارع في الشارع، شارع الهرم. اشتغلت في شارع الهرم. فين اول مكان ايه؟ لا اشتغلت في اماكن كتير، بداتها اللي هو من 3 نجوم مثلا لحد وصلت لخمس نجوم. بصي انا اعرف ممثلين كتير جدا كتير جدا، كلهم اصحابي ممثلين لهم اسم، يعني لهم اسم كبير. بس لو خليت حد فيهم يرشحني في عمل من اللي هو فيه، ابسط كلمه ممكن تتقال من مخرج العمل انت مصاحبها. ومعنى كلمه مصاحبها دي فانت وراها بلاوي كتير. ايوه بس انا هو مصاحبك ومش مصاحبك انت مش خسرانه حاجه. ومتهيألي مش كلمه انت في نظرك، كلمه انت مصاحبها اقوى ولا كلمه رقاصه اقوى؟ انا شايفاك انت بتشتغلي رقاصه وانت مش حابه انت تشتغلي رقاصه. انا بشتغل رقاصه بس محدش يعرف يقول عني كلمه، لان الكل عارف اللي قريب مني عارف ان نور بتشتغل دانسر. طيب ماشي، ولو انت حد توسط لك في حاجه القريب منك هي؟ لا في مجالنا ده، في مجالنا ده صعب الكلام الشمال هو الكتير، فانا مش حابه ان انا حد ياخد عني فكره. مش يعني كفايه الناس بتقول. لو مامتك حفت انت تشتغلي رقاصه هتعمل ايه؟ هقول لها بس بعد ما اكمل سني القانوني، يعني هعرفها بس بعد ما اكمل سني القانوني، لان دلوقتي عندنا عيب لسه عيله ولسه صغيره ومفيش في مكان شعبي، فبالنسبه لنا عيب. بس انا شايفه ان ده فن. انت شايفه الرقص فن؟ اه طبعا ده فن. ده العالم كله في فن. دربتي رقص ولا لا؟ اتدربت فتره رقص. لو اشتغلتي ممثله هتبطلي رقص اكيد؟ تصرفي على البيت. اه انت اللي ماسكه مصاريف البيت، انت راجل البيت يعني من الاخر. اه هما بيقولوا لي ان انا راجل شويه. طيب علاقتك ايه باخوكي؟ اخوكي عنده كام سنه؟ 16. علاقتك بيه ايه؟ كويس. بتحبيه؟ اكيد، ماليش غير هو وامي. بيحبك؟ رايه ايه؟ ما شاف لك هو كليب؟ شاف لي كليبات كتير. كنت بترقصي فيهم؟ اه كان فيهم دراما، بس هم عارفين ان انا موديل مش دانسر. ايوه مش عارفين ان انت موديل في بس انت رقصتي، وهو شايف الرقص ده. بس ترقصي رقص شرقي وكنتي لابسه بدله رقص، بس اعتبرها ان هو انت قايله له ان انا كده موديل، ده دوري في الفيلم، بس انا دوري طالع رقاصه. اه قال لك ايه بقى؟ بما ان 16 سنه كبير زعل شويه، بس فهم ان ده شغلي كموديل. طب مامتك برضه عارفه ان انا موديل؟ بتتضايق؟ عايزاها نفسك ان انت ترجعي، نفسها ان انت ترجعي هنا مره تانية؟ اه وتبطلي حكايه الموديلنج دي خالص نفسها. طب ابوك عارف؟ والله ولا تفرق. انت حلوه كده وعندك 18 سنه لسه. والله ولا تفرق. مش هتفرق معاه اللي يخلي بنته ما يعرفش عنها حاجه من 4 سنين ل 11 سنه؟ ما تفرقش عنه بنته هتبقى ايه دلوقتي. واللي يتكلم عن بنته ما تفرقش عنه. انا عمري ما حسيت ان ابويا اصلا. لو معاكي فلوس مش هتشتغلي رقاصه؟ اكيد طبعا مش هتشتغلي خالص. ما انت شايفه فن. هو فن بس انا مش حباه. انت مش عايزاه بس هو فن، يعني ما منكرش ان ده فن بس انا مش حباه، يعني حابه مجال تاني خالص. لو معاكي فلوس هتنقلي بقى اهلك من البيت ده وتروحوا بيت تاني؟ اكيد دي امنيتك، تنقلي من البيت تروحي بيت تاني. نفسي ان انا انقل من المكان اللي انا قاعده فيه ده المكان كويس، بس في نفس المكان، لان انا مامتي طبعا مستحيل تسيب ده المكان هنا. واخليها تحج، هي امنيه حياتها. كانت دينا لو اي حد شافها بترقص في كباريه عمره ما يتخيل ان هي وراها القصه الطويله العريضه دي. انا برحب بضيوفي، برحب بدينا، هي منوراني في الاستوديو. ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ تمام كويسه الحمد لله. برحب كمان اكيد بالشيخ احمد صبري احد علماء الازهر. ازيك؟ اهلا وسهلا يا اميره. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. دينا انت مش خايفه؟ انت دلوقتي مامتك واخوكي وكل الناس عندك في البلد هيشوفوكي، يعني انا عرضت عليكي ان احنا ما نبينش وشك وانت قلت لي لا انا عايزه وشي يظهر، فانا ما فهمتش الصراحه وجهه نظرك. يعني انا كنت وشك ما كانش هيبان، ليه صممتي ان وشك يبان؟ هما كده كل الناس هتعرف. عشان انا من جوه نظيفه، مش خايفه من حد. انا خايفه من ربنا مش خايفه من حد.
عملت اللي يغضب ربنا ونزلت راس شرقي، فبالتالي مش بخاف ان الناس تشوفني دلوقتي ان انا بقول انا. لا بس انت اكيد عندك رساله عايزه توصليها بان انت تظهري بوشك، يعني انت ايه؟ مش عايزه حد يحكم عليا ان انا مش كويسه. انا طلعت اهو قدام الناس كلها بقول انا كنت راقصه شرقي بس بطلت. بس احنا لما جينا صورنا معاكي انت ما كنتيش مبطله. لا ما كنتش مبطله، كنت ولا كنت واخده قرار انك تبطلي؟ لا كنت واخده فتره ان انا احاول المتعهد اللي مشغلني يجيب لي ورق وتصريحات، لان معنى ان انا اشتغل في اماكن سيفن ستار مثلا. استاذنك بس يا زينه تعلي صوتك شويه. معنى ان انا اشتغل في فنادق عاليه لازم ورق وتصريحات، وانا عشان سني صغير ما ينفعش اشتغل في الاماكن دي. فكنت مستنيه ان هو له اصحاب. انت ما تمتيش 19 سنه؟ لا. كنت مستنيه ايه بقى؟ كنت مستنيه يعمل هو يطلع لي ورق تصريح ان انا اشتغل في فنادق ويعمل لي فرقه وانزل بشكل جديد. بحيث ان انا اجري مثلا كان 500 اخد 1000. كنت بتاخدي 500 جنيه في اليوم؟ لا مش في اليوم، في الايه، في الرقصه ساعة. في النص ساعه. ولو رقصتي ساعه هتاخدي 1000 جنيه، فده بالنسبه لك كان رقم كويس قوي. كنت بتصرفي منه طبعا على مامتك واخوكي؟ طب انا عايزه اسال سؤال، انت بتقولي في التقرير ان خلانك وكانوا مربيينك، فين خلانك وفين عمامك؟ ولا اي حاجه. لا عمامي، انا ما قلتش ان عمامي اللي ربوني. لا قلتي خلانك. خلاني. بس عمامك موجودين؟ موجودين. ما بيسالوش عليكي خالص؟ لا ولا كانوا بيشوفوني في الشارع ولا كانوا بيعرفوني. هم ساكنين قريب منك؟ كلنا في مكان. اشتغلوا ايه عمامك؟ واحد محامي. محامي. والتاني موظف في البنك، وعمتي مدرسه. ووالدك محامي. محامي وطليقي محامي. محامي اللي هو اول واحد اتجوزتيه اللي انت كان عندك 14 سنه وهو كان عنده 24 سنه، بيشتغل محامي برضه. كل دول ما بيسالوش عليكي، المحاميين والموظفين الحلوين دول؟ اصل احنا عيله صغيره، ابويا سامي، ف يعني ابويا سامي عمامي اللي هتسال فيا؟ مش معقول. طب انت عارفه ان هم كده دلوقتي يعني مش عندنا مشكله، هيشوفوكي وهيعرفوا وهيبقى عندهم ازمه كبيره طبعا. انا اتكلمت معاكي قبل ما نصور وقلت لك انا ما عنديش مشكله، انا عايزه اظهر عشان الناس ما تقوليش ما انت رقاصه. نظره الناس اللي تقولي رقاصه دي كلمه بتوجع. طب ليه بتوجع؟ ما انت اشتغلتيها وكنتي بتقولي عليه فن. ما اشتغلتهاش بمزاجي. مش انت شايفاه فن؟ هو فن يعني زي التمثيل زي اي حد. فن هنا عندنا في مصر ماشي. لا غلط، هو فن في مصر غلط. هل هو هنا الناس بتبص له على انه فن، ولا الناس بتتعامل معاكي على وانت بترقصي في الكباريه على انك فنانه، ولا لا بيتعاملوا معاكي على انك رقاصه؟ لا على اني رقاصه. ازاي بقى؟ قولي لي ايه الحاجات الوحشه اللي شفتيها؟ لا كتير. زي زي ما انا لابسه بدله وطالعه على المسرح، كل اللي قدامي سكرانين، فكل اللي قدامي انا متعرضه ان هو يعمل لي اي حاجه ما تعجبنيش. فبتتصرفي ازاي؟ لو لقيت حد سكران طالع معايا على المسرح بسيب المسرح وتاخد جنب الفرقه لحد ما ينزل. لحد ما ينزل. طب واكيد حد حاول يضايقك مباشره يعني؟ كتير. لما كان بيتعرض عليا حاجات من زباين موجوده. بيتعرض عليكي ايه من زباين؟ لا حاجات كتير. ايه بيتعرض عليكي ايه؟ الغلط، والغلط ده مفهوم كبير قوي. فانت كنتي بتعملي كنت برفض. طب فكان ممكن يطلع ورايا بلطجي بعربيته وانا ماشيه بعد ما بخلص نمرتي في المكان ده ويمشي ورايا. وبعدين كنت ابقى قافله عربيتي كويس وماشي، وما كانش بيعرف يعني يوصل لك ولا مره يعني؟ حصلت قاعده مع مين هنا في القاهره؟ واحده صاحبتي ومامتها. ومامتها وهم عارفين ان انت بتشتغلي رقاصه؟ وعارفه، وزعلت مني في الاول، يمكن بعدت عني وبعدت عنها اولادي اولادها لحد ما عرفت وقربت مني كويس وقالت لي ان مش معنى ان انا رقاصه اللي انا جوايا حاجه. طيب انت كنتي مش ناويه تبطلي رقص، وكنتي عايزه تكبري في مهنه الرقص لحد ما تعرفي تمثلي؟ كنت عايزه اكبر في مهنه الرقص لحد ما تعرفي تمثلي. كنت هفضل في الرقص لحد ما الاقي شغلانه ثانيه تمثلي وتمثلي مثلا او يجي لك اي عمل ثاني. وبعدين ايه اللي حصل؟ كلمتي مع سمر سمير مدير تحرير البرنامج؟ كان عادي خلص، واحنا كنا بنعمل الحلقه على فكره ان احنا وكنت طالعه الحلقه دي اللي كانت طالعه الحلقه دي على انها راقصه، واحنا بنشوف حياتها شكلها عامل ازاي وبنخش، وكان معاها في الحلقه على فكره كذا حد تاني، كذا راقصه تانية، ما كانتش الحلقه ليها هي لوحدها. ولكن بعد كده مسار الحلقه اتغير خالص بعد ما احنا مشينا من عندك. كلمت استاذ سمر عشان اعرف ميعاد الحلقه. فقعدنا ندردش شويه. طب انت ليه ما حاولتيش تقربي من ربيه؟ ليه ما حاولتيش تقربي من ربنا؟ ليه ما حاولتيش تدوري على شغلانه ثانيه؟ فقعدنا نتكلم، قلت لها انا عندي مصاريف وعندي التزامات، عندي في الاسبوع 2000 جنيه، ما فيش شغلانه ثابته هتديني ال 2000 جنيه دول. قالت لي طب احنا لو ساعدناكي تقربي من ربنا ولا انت حابه تفضلي؟ قلت لها لا اكيد انا مش حابه افضل في المكان ده، لان انا مش عاملاه عشان انا حابه ابقى راقصه، مش حابه باين جسمي، يعني مش حابه البس بدله واطلع للناس اقول لهم انا موجوده، لا انا عايزه حاجه اعيش واعيش اهلي وخلاص. قالت لي احنا هنساعدك في ده. قلت لها وانا هبطل رقصه.
اما هي قالت لك كده ليه كنتي كاتبه على الواتساب بتاعك موت؟ لانك فجاه كاتبه متشائمه لدرجه ان انت عايزه تموتي. انا كرهت الدنيا. ليه اتخانقتي مع والدتك بعد ما احنا مشينا؟ فلوس. ازاي؟ عملت ايه؟ طلبت يعني باين كان باين على والدتك انها ست طيبه قوي جدا وبحبها. ايوه رغم اللي بتعمله فيا كله انا بحبها. بتعمل فيكي ايه؟ كتير. ايه بقى هي السبب في ان انا ابقى كده؟ لو عشت زي ايام بنت عايشه في بيت اهلها مش هقول مش هشتغل، لا اشتغل في مكان جنب البيت 500 جنيه 600 جنيه هعرف اعيش. مامتي شغاله اخويا شغال كنت هعرف اعيش. بس لا مامتي كانت عايزه طموحها اكبر من كده شويه. كان طموحها ايه؟ تعيش زي عمامي، تعيش بقى مع يبقى معاها فلوس كتير وتصرف. فهي كانت وهي مفكره ان الموديل ده بيجيب فلوس، حاطه امل عليكي كبير ومفكره ان الموديل دي يعني انت بقيتي ممثله يعني انت هتاخدي مثلا في التصوير 1000 جنيه 2000 جنيه. لكن هو مش كده. الاخر 200 جنيه. 200 جنيه ده الموديل اللي هي الاي كلاس. لكن ممكن السي تاخد اقل كمان من كده بكتير. اللي هم المجاميع عشان الناس تبقى فاهمه برضو. المجاميع يا جماعه في منهم اي كلاس وفي بي وفي سي. الاي بياخد 200 والسي بياخد اقل. فانت مامتك متخيله انت بتكسبي كتير وانت ما بتكسبيش. وانا ما بكسبش اي حاجه. اتخانقت معاكي ليه بعد ما احنا مشينا؟ كانت عايزه مني فلوس وانا ما كانش معايا فلوس. كان معاكي كام؟ كان معايا 500. اديتهم لها وكانت عايزه اكتر. ما كانش معاكي؟ ما كانش معايا. فقالت لك ايه؟ قعدت ترمي كلام شويه وفي الاخر قالت لي خدي هدومك وامشي واقعدي في القاهره وانا لو حد سالني مش عايزه منك حاجه. ما قالتليش بقى عايزه فلوس، مش عايزه منك حاجه. لو حد سالني على بنتي اقول له ماتت. انت كنت جايبه 98% في الثانويه العامه. 98.5. كانت جايبه 98.5% في الثانويه العامه ومع ذلك دخلت في الاعداديه ودخلت بعدها معهد الارمان الخاص. سياحه وصرف على نفسي. سياحه وفنادق. كان نفسك تكملي؟ ها كميه حياتي لحد دلوقتي ان انت كملي. لو اديتي فرصه هتعلم. لانك انت كنت شاطره وذكيه. كميه حياتي كمان تعليمي. كان نفسي ابقى حاجه. يمكن لو كنت كملت تعليمي وكنت دخلت اللي انا كان نفسي فيه كنت بقيت حاجه ثانيه خالص. بس انت لسه عندك 18 سنه على فكره. انت لسه قدامك حياه طويله. انا عارفه. لا خلاص انا عارفه. طيب الشيخ احمد صبري معلش انا طولت عليك بس انا كنت عايزاك تسمع كل حاجه عشان تديني حكم دقيق وصحيح. لما يكون المجتمع اللي حواليك والزمن فرض عليك حاجات وهي لسه صغيره جدا جدا وفرض عليها حاجات هي ما استحملتهاش فاشتغلت شغلانه مش حلوه مش كويسه، هي قالت بلسانها انا ربنا عملت حاجه ويمكن ربنا افتكر ولادي بسبب كده. ولادك توفوا يعني اشتغلت موديل. بناتك. ان انا اشتغلت موديل وان انا بدات البس حاجات واعمل حاجات ربنا غضبان عليها. انا بعترف بده. انا هفضل اعترف ان انا موت ولادي يمكن انا كنت السبب فيه. هما ماتوا عشان كان عندهم ضمور في المخ. ده مرض وحش قوي مش اي حد بس يعني ربنا خلاص. بس انت كنت لسه ما كان عندهم ضمور في المخ كنت لسه كنت اشتغلتي كنت اشتغلت موديل. كنت بتعملي حاجات غلط وانت موديل؟ لا بس الموديل غلط. ليه؟ ان انا البس عجين او ان انا اتعامل بقيت اسمع كلام كتير قوي كتير. انا بعترف ان انا غلط بس ما فيش قدامي غيره. كان امنيه حياتي ابقى فنانه وممثله بس لما شفتي الواقع مختلف مش سهل. طيب شيخ احمد صبري اما الوضع اللي احنا عايشين فيه يفرض علينا حاجات كتير ممكن نعملها غلط غصب عننا عشان خاطر مش لاقيين ناكل وهي ملزومه من ام واخ تصرف عليهم الاهل مش بيسالوا عليهم ابدا قدام ربنا هي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس اقول ان انا فعلا وانا بسمع الحلقه من الاول خالص انا جوايا مجموعه احاسيس كده ومشاعر متضاربه. انا لاول مره اتحط مواجهه في حاله زي دي. يعني احنا دايما بيبقى النص القراني او النص النبوي احنا بنشرحه من قدام الكاميرا بس ما بننزلش في واقع الناس وما بنعيشوش بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. بس انا عايز ارد عليها من اخر نقطه كده هي قالتها ان ربنا عاقبها باولادها. فعايز اقول لها بس ربنا ولا تزر وازره وزر اخرى. انت ليه قلت كده؟ انت ليه ما قلتيش ان ربنا بيحبك وربنا أراد الخير بأولادك لأنه الاتنين دول يموتوا معناها أن دولا بيثبتوا قدمك على الصراط. ليه أنت ما قلتيش أن ربنا بيحبني مش كرهني وأن ربنا خد أولادي وهم صغيرين علشان خاطر أرجع له عشان يقول لي اصحي ما تفضليش كده.
انا هقول لك على حاجه عشان بس اكون صريح معاكي علشان اكون واقعي والحلقه ما تاخدش منحى ان انا هقول كلمتين وعظ وسلام عليكم. لا احنا مش جايين نعمل كده النهارده، احنا جايين النهارده عشان احنا جايين عايزين اولا نساعد دينا لان هي خدت خطوه التوبه يعني، وعايزين نساعدها ونقف جنبها. تاني حاجة عشان الناس تبطل تحكم على صحيح نحكم صحيح على بعض بسرعة قوي، كل واحد عنده حرب بيحاربها. التلاتة اللي دخلوا الغار لو احنا افتكرنا كويس قوي، بس انا عايزك تشد حيلك وتجمدي شوية لانه لازم انت فعلا لما انا استغربت قوي لما انت رفضتي انك وشك يتدرى، يعني انا كنت حريص هو الشو الاعلامي ان انت تطلعي. انا بالنسبه لي وبالنسبه للبرنامج هنبقى مستفيدين اكتر ان وشك يطلع، بس هي رفضت. هي رفضت ده تماما، هي قالت انا عندي رساله وعايزه اوصل الرساله دي للمجتمع. الثلاثه اللي دخلوا الغار ونسد عليهم الغار، كان فيه واحد في الثلاثه كان له بنت عم وكانت جميله جدا، وكل يوم والتاني كان يروح يعكسها ويقول لها ان هو نفسه يعمل معاها الحرام، وهي كل مره ترفض، كل مره ترفض انه يحصل الحرام ده، لحد ما جت لحظه هي عايزه تاكل واللي في البيت عندها عايزين ياكلوا فمش لاقيه، فاضطرت ان هي تروح للشخص ده تطلب منه انه يساعدها يديها فلوس. قال بس انت جيت لحد عندي اساعدك واديك اللي انت عايزاه بس بشرط. قالت له اشرط. قال لها مكنيني من نفسك، اديني بقى اللي انا عايزه بقى عشان اساعدك، كل حاجه لها مقابل. فهي تحت ضغط الحاجه سلمت نفسها، فاول ما سلمت نفسها وخلاص مفيش حواجز بينها وبينه، قالت له بقول لك ايه؟ قال لها عايزه ايه؟ قالت له اتقي الله وما تعملش ده في الحرام، اعمله في الحلال. فراح راجع ورا وقال لها خد اللي انت عايزاه، انا لا عايزك ولا عايز منك حاجه ولا عايز اعمل حاجه حرام، وسابها خدت اللي عايزاه ومشيت. لما وقع في ضيق بدأ يذكر العمل الصالح ده لربنا، يا رب أنا كنت هعمل حاجة غلط، كنت بستغل الست دي. المجتمع اللي بيجرم في حق البنت وهي لسه عندها 14 سنة ويجوزها وهي مش فاهمة يعني إيه جواز، يا ناس الجواز في الإسلام اسمه بناء. البناء يعني إيه؟ الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده ما ينفعش يتبني على الهوى، السقف ده هينزل على الأرض من غير ما يكون فيه أساس قوي ومتين يتحمل. دي تتجوز، بعد ما تتجوز بشهرين تبقى حامل، بعد ما تبقى حامل هتبقى ملزمة من نفسها، هي ملزمة من نفسها واللي في بطنها ملزم منها، وكمان الزوج له حقوق. ده كمان حالتها دي ممكن تكون حلوة، ده ممكن حد يكون عنده 14 سنة مطالب ان هو يراضي الزوج، تكون واحدة زيها بس متجوزة في الفلاحين او في الصعيد في عندهم الارض، مطالب منها ان هي تراضي الزوج وتطبخ للعيلة كلها وتسرح الغيط وتنظف انا اسف للمواشي وتأكل المواشي وتعيش الحياة دي كلها وتنطحن الطحنة دي كلها. ده نفس اللي حصل مع دينا مش كده؟ ده نفس اللي حصل معها، مع الفارق ان دينا عقلها واتزانها وافق العقل من الخبرة عندها بسيطة جدا، الشهرة مزغللة عنيها، فبدأت الاب سايب مفيش عندي مشكلة ان انا اتجوز واخلف وارمي واسيب حتى لو انا اختلفت مع زوجتي. يا اخي لو انت في خلاف بينك وبين زوجتك في امانة ربنا ادهالك، بس هو ما اختلفش معاها واختفى فجأة، بغض النظر عن كون اختفى فجأة او ما اختفاش او الحاجات دي كلها، انت ربنا مديلك امانة. الامانة دي ايه؟ ربنا مديلك وردتين، مديلك ولد وبنت. في ناس كتير جدا نفسها ربنا يكرمها بولد او ببنت مش لاقيين ومش عارفين، فتقوم انت ما تحافظش على النعمه دي. فربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي روايه من يقوت. ويجي ربنا يقول لنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ازاي ارمي واحده زي دي في الحياه من غير ما امن لها مستقبل، من غير ما امن لها تعليم، من غير ما اعلمها؟ خاصه ان هو قادر، خاصه ان هو اهله، ان هو قادر. فيجي انا بس عايز ارجع لاهم جزئيه اللي هي ختمت بيها، انه انا ربنا بيعاقبني بانه اخذ بناتي الاثنين التوام علشان انا عملت حاجات غلط. طيب يا دينا انت عملت غلط، بناتك الصغيرين اللي لسه بيبي اللي رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحتلم،
طيب الطفل الصغير ده احنا دايما بنقول الاطفال احباب الله طبعا. ايه ذنبه انه يموت بذنبك انت وانت عملتي يعني حضرتك عايز تقول عن الكلام ده مش مظبوط خالص ما ماتوش بذنبك خالص ما طيب. ماتوش ده ممكن انا عايز اتكلم حب. انا عايز اتكلم عن المجتمع اللي حوالينا شويه ان احنا بنحكم حكم قاسي جدا على ناس بنشوفهم قدامنا بسبب تصرفات ظاهريه بنشوفها من غير ما نعرف ايه القصص اللي وراهم وممكن تكون قصه انا لو اتعرضت لها اعمل اسوأ ما هي عملت المجتمع حكمي ده على الناس. المجتمع ده هناخد العظة من قصة الراجل بتاع بني اسرائيل هاخدها ولكن للاسف الشديد لازم نطلع فاصل شديد هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم فانا والناس ولسه معايا في الاستوديو دينا ومعايا كمان الشيخ احمد صبري احد علماء الازهر. وقفنا عند حكم المجتمع على الناس. انا شفت دلوقتي واحده قدامي في كباريه بترقص هتعامل معاها ازاي؟ هتعامل معاها لانها رقاصه. حكم المجتمع على اي حد بيعمل اي حاجه غلط او من وجهه نظره انها غلط بيبقى حكم قاسي جدا ممكن هو ما بيعرفش يعيش حياته بعد كده بطريقه طبيعيه. فهل المجتمع هنا مجرم في حق دينا؟ لما يستغلها لما المجتمع يستغلها ويستغل نقطة الضعف اللي عندها. حد استغلك يستغل كتير. مين استغلك طبعا. كتير بيستغلوك ازاي؟ لما جيت قبل ما اشتغل رقاصة كنت يعني ما عنديش مكان ما عنديش سكن ما عندكيش حتة تقعدي فيها في القاهرة. كنت قاعدة في الشارع قعدت 4 شهور في الشارع بمعنى كلمة في الشارع. يعني ايه كنت بتباتي فين؟ في الشارع. فين في الشارع؟ في الشارع رصيف. انت كنتي بتباتي على رصيف؟ يوم ما واحده صاحبتي تحل عليا مثلا واخد منها فلوس او انزل اوردر تصوير ب 200 جنيه ممكن ادخل اي كافيه اقعد فيه ساعتين عشان انام في الكافيه. كان المكاتب الموديل بيستغلوا الناس او بيستغلوني. انا بتكلم عن نفسي. استغلوكي ازاي؟ عايز اشتغل فاعمل لي ده عشان تشتغلي الغلط. فهو مش هعمل بقى عادي مش هتشتغلي فعلا كده مره واحده كده يعني ما فيش خشة ولا في اي حاجة دلوقتي؟ لا كنت اسمع زمان ان الرجالة عندها لو لقوا بنت في الشارع يداروها. دلوقتي لا ما شفتش ده. ما شفتش ان ممكن حد يلاقي واحدة في الشارع. بالعكس ما فيش حد وقف جنبك او حد بيدوس عليها. طب انت انا عارفة ان انت بيكون غريب خصوصا انا عارفه ان انت اتجوزتي مره تانية. اتجوزت مره تانية. ما وقفش جنبك؟ طب اتجوزك ليه؟ مش هو اتجوزك وانت كنتي راقصه ساعتها؟ اتجوزني مره كنت راقصه. عرفك فين هناك؟ في نايت في السهره. اه كباريه. ولما جيت طلب مني حاجه فقلت له لا للاسف انا مش عمري في حياتي بعمل كده. فقال لي هتجوزت. طيب اتجوزت. ما وقفش جنبك اللي اتجوزك ده؟ ال4 شهور اللي اتجوزته وقف جنبك. عشت. هو كان ايه؟ كان دكتور؟ دكتور في كليه الازهر. ياه. طب وبعدين ايه اللي حصل ما بينكم؟ ليه سبتوا بعض؟ نفس طيب ايش يا شيخ احمد؟ بس انا ممكن قبل السؤال بس هو فيه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يأتي زمان على احدكم يخير فيه بين العجز والفجور. يعني هيجي في اخر الزمان ودي علامة من علامات الساعة ان هيجي وقت الواحد هيبقى فيه اختار حاجة من اتنين يا تنام في الشارع يا تزني. فدي من علامات الساعة. طب المفروض بقى اللي محطوط في الموقف ده يختار ايه؟ النبي قال بقى اختار اللي هي عملته. فإذا تعرض أحدكم لهذا الأمر فليختار العجز ما يختارش الفجور. طب عايزة تشتغلي ماشي فتحي مخك. طب بالراحه كده. رغم انها اشتغلت راقصه لكنها ما فجرتش بس ايوه ما انا فاهم. ما هي ما اختارتش الفجور اختارت أيوة. العجز ان هي تفضل مرميه في الشارع. واخد بالك؟ لانه عشان اجي احكم انا فيه كتل من القضايا لازم استنى معاها واخدها واحده واحده. فهي لما قالت ان انا اروح اقول لاي مكتب انا عايز اشتغل المجتمع ده اللي اتشغل بنفسه واستغل واحدة زي دي واستغل حاجتها واستغل فقرها
وقال لها لو عايزة تاكلي وتشربي وتلبسي آه، بس لازم تفتحي عينك، فتح عينك تاكل ملبن واخبطي في الحيط. آه نعم، ما أنا مقصودش، أنا بقصد المجتمع اللي استغل الحاجة دي. وبعدين هي رفضت، قالت أنا بتنين في الشارع. فآجي النهاردة لو أنا راجل بقى واقف على المنبر وبتكلم عن الفجور وبتكلم عن الرأس اللي هي بتقولك ده طب رأس. طب هي لو ما كانتش اختارت الرأس كانت ممكن تعمل ايه؟ ما اقدرش اقولك بوجهة نظري لان ظروفها انا ما اعرفش هي ايه، ما اقدرش احكم وانا مش محطوط في الملعب ده. هي ما بتروح البيت ومامتها بتسألها على فلوس وتقولها معيش فلوس، مامتها بتطردها بره البيت. مامتها دي عندها كم سنة؟ ما بقول لحضرتك ما تعملش 19. لا 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 انا بتكلم عليك انت يا دينا مش بتكلم على ماما. يعني 18 سنة. طيب احنا السن بغض، لا 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 سيبك من ماما دلوقتي، انا بتكلم على تصرفك انت. فانتوا بتكلموني في جزئيه ان هي عملت حاجه اللي هي مودلز او رأس او حاجه زي كده. سؤال، هل ربنا يعاقبها زي اي حد تاني يختار ده بارادته؟ هل دي سنها سن وصل لسن التكليف؟ ما هي دي مش مسؤوله من نفسها، دي كانت مسؤولة من زمان. النهاردة ليه بنقول سن البنت في الجواز 18 سنة؟ وليه بنقول إن سن البنت قبل 18 كارثة ومصيبة؟ ليه؟ لأنها لا تدرك، ما تحكمش على الحاجات بشكل صحيح. أنت قلتي في المقدمة بتاعتك إن دي طفلة، لما بصيت في وشها لقيتها طفلة. أيوة. طيب الحديث بتاع النبي رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، هو ده الكلام اللي أنا عايز أوصله. أيوة. فمسألة إن ربنا هيعاقبها، طب ما هي مدفوعة. أليست الفتاة من بني إسرائيل لما راحت سلمت نفسها كانت مدفوعة بحاجة الفقر دي؟ ما سلمتش، بس دخل الطريق هو غلط. وهي لما كرهت نفسها، كرهت نفسها ليه؟ لأن هي بتسمع كل الكلام اللي ما يرضيش ربنا من أي حد، بتلبس لبس هي مش راضية عنه، فكرهت نفسها ليه؟ لأنه هي من جوه نظيفة بيضة، مش عايزة تلبخ، مش عايزة تمشي كده. وهي وانت بتتكلم معاها حتى وهي قاعدة جنبنا دلوقتي، يعني حتى الكاميرا، سيبك مني أنا، حتى الكاميرا لو جابتها هي مش 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 طبيعية. يعني هي جواها كتلة خوف من ربنا لدرجة إن هي مش مستحملة كلامي العادي. أنا إحنا حريصين إن إحنا ما يكونش فيه، لأنه ده مش حلقة وعظ، ده مش درس وعظ. فهي مش مستحملة بس الكلام البسيط ده مع كم المشاكل وكم اللبس السيء اللي هي كانت بتطلع بيه والكليب اللي هي اشتغلت فيه والتعرض اللي هي، بس هي كانت حريصه ان هي ما تقعش في الحرام. لو معناها صغيره وكانت ممكن غلطت قبل كده، كانت ممكن جدا والطريق مفتوح وسهل جدا، لكن خوفها من ان هي تعمل حاجه زي كده. ولذلك هي طالعه بعين مليانه ومفتحه عليها وطالعه في القناه وتقول انا ما عملتش غلط. حاولتي تنتحري قبل كده يا دينا؟ كتير. نتيجة طبيعية. ايه؟ أستاذة سمر بعت لها صورة كنت تعملها، كنت في حالة انهار. وحاولتي تنتحري قبل كده؟ بتنتحري ازاي؟ بتحاولي تقطعي شرايينك؟ ساعات باخد أدوية غلط على كتير. ليه؟ كرهت الدنيا. هو عارفة انه حرام بس عايش ليه؟ عايز اجاوبها بس بحاجه صغيره قوي. بس معلش يا دينا انت لازم تاخديها بشكل صحيح. ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. تعالي ناخد الايه مع بعض واحده واحده. من عمل صالحا، ما قالش ان انا البس لبس وحش، ما قالش ان انا اشتغل في كلب في 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 كازينو، ما قالش ان انا اعمل كليبات، ما قالش ان انا اعري جسمي. انت عايزه تشتغلي وتلاقي لقمه عيش حلوه، بس ممكن تكون لقمه العيش الحلوه دي في لازم يكون في عندنا بديل، والبديل ده المحترق في شغل كتير ممكن تشتغلي. طب دلوقتي، طب امال تاخدي 2000 في الحرام؟ ما هو انا مصاريفي. طب بس خليكي معايا واحده. لا بس خليكي معايا واحده. ليه ما فكرتيش يا دينا تشتغلي في محل؟ لا اشتغلت وانا عندي 8 سنين شغاله في محلات. وانت عندك 8 سنين؟ انا شغاله في المحلات ولا في المدرسه. وتشتغلي في محلات؟ خلص مدرستي، عندي درس بعد المدرسه، يبقى خلصت كل حاجه الساعه 4 العصر، بروح اشتغل من 4 ل 10 بالليل. تشتغلي محلات ايه مثلا؟ محلات ملابس، اي محل باخد ال 500 جنيه. اكيد لو كان هيكفوني كنت زماني كملت فيه، بس ما كانش بيكفوا. انا عندي اخويا، انا مدلع اخويا ده ابني، انا اللي مربيه مدلعاه، مصاريف اخويا كتير، عندي اخويا اتعلم، مش عايزه حد من ولاد عمامي. أيوة يقول يعني ان هو دلعي احسن منه، وولاد عمامك يقولوا مفيش حد احسن. على نفسي. ايوه بس انا مش مهم. ايوه ما انا فاهمه، انا فاهمه ان انت قد ايه كنت عايزه تضحي عشان اخوكي، بس مين ارحم ان انت كنت تشتغلي في محل وتاخدي 500 600 جنيه في الشهر؟ ممكن
ظروف ممكن كانت تتحسن قدام ما حاوليش تستحملي شويه عشان خاطر امي ما استحملتش، مش انا اللي ما استحملتش، مامتك اللي ما استحملتش، مامتي اللي ما استحملتش. هنشوط الكوره لبعض في الملعب وهنقول ماما اللي غلطانه، هنقول انا لا انا انا ما بقولش. لا لا بص استني، انا هقول لك بس عشان نحط نقطه في الحته دي. انا عايز اعيش، هعيش بالحلال ولا هعيش بالحرام؟ كان نفسي يا شيخ لو انا طويلة. لو انا ما انا جاي لك اهو، استني بس طولي بالك. ده حتى ربنا يقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اخوك ده اللي انت مدلعاه، او انت نفسك عايزه تعيشي ال 500 جنيه. انا لو معايا ال 500 جنيه ومفيش الا هم بطريقه حلال، ممكن ابرك كتير أحسن من فلوس كتير جدا ممكن انت تغذيها. انت حاولتي انت النهارده، انت النهارده بتقولي انا في النص ساعه ممكن اخد 500 جنيه. طيب حاولتي الانتحار اكتر من مره ولا لا؟ كرهتي نفسك ولا لا؟ كرهتي الدنيا ولا لا؟ ده وانت عندك كام سنه؟ 14 سنة. أمال لما يبقى عندك 40 سنة؟ بص يا شيخ، أنا عندي إيجار شقة 600 جنيه. ماشي. عندي مصاريفي ومصاريف مدرستي ومصاريف أخويا. حاجات كتير. ماشي، ما أنا موافق. أخويا ما كانش بيشتغل. أخويا لسه شغال من شهرين. ووالدتي برضو. تمام. من بعد ما أنا بدأت أشتغل في محلات هي بطلت الشغل. تمام. يعني لحد ما أنا عندي 8 سنين والدتي ما بتشتغلش. ماشي. هدفع 600 جنيه منين؟ أنا المحل أكبر محل في بالقاس بيدي 500 جنيه. طب انت كنت ممكن تشتغلي في محل هنا مثلا في القاهره، او تشتغلي في اي شغل هنا في القاهره. ما كنتيش تعرفي؟ احنا قلنا في كتل، هي اللي جه في دماغها الموديل، اللي جه في دماغها مجاش في في حاجه كانت مزغلل عنيها. كان نفسي ابقى ممثله. هو ده جت من كده، جت من ان انت نفسك تبقي ممثله. فكنت متخيله ان انا ممكن اوصل، ما كنتش متخيله ان انا ممكن اعدي كل ده. انا قلت هيبقى كفايه عليا الموديل لحد ما ربنا يكرمني واخد دور. طب تعالى نشوف والدتها بتقول ايه. احنا برضو صورنا مع والدة دينا، تعالوا نروح نشوفها ونرجع نكمل مرة تانية. ابوها جوزها وهي عندها 14 سنة لابن عمه. طيب وانت ما كنتيش بتحبيه، ما كنتيش شايفاه كويس؟ لا، هو قلت بقيت اقول لها معلش واستحملي. ليه استحمل ليه؟ لازم من اي ام تقول كده، حتى لو هي شايفه بنتها كده لازم. مش هخرب على بنتي، ما انا لو خربت على بنتي ما ممكن اتجوز اصلا. وقفت كتير واسالها، وقفت كتير. ما طردتهوش ليه بره البيت؟ هو كان موجود قبل كده عشان يبقى موجود في ساعتها. عملت كتير، وهم طلعوا قالوا ان ما عايزه قاعده جنبها وامها عايزاه ان هي تصرف عليها. كلام كتير وحش. كلام وحش. ابوها اتكلم عنها كلام وحش. قال ايه في حقها ابوها؟ كلام كتير وحش. وايه يعني؟ فانا قلت لها عشان الكلام كده يتقطع اتجوزي. يعني انت عشان تصوني سمعتها وكرامتها جوزتيها. طب ما هي قررت فجاه ان هي تمشي من هنا وتروح القاهره، حسيتي بايه؟ قلت لها ايه؟ انا قلت لها خلي بالك من نفسك، اهم حاجه خلي بالك من نفسك، راعي نفسك في ربنا. طب وبعدين دي موافقه على سفرها؟ كان صعب عليا بس غصب عني. ليه؟ عشان محتاجه فلوس؟ محتاجه فلوس، وهي شايفه مصلحتها، قالت انا مصلحتها تبقى كده. وبتساعد دينا في البيت؟ تبخلش عليكي بحاجه؟ صح. لا بتديكي؟ لا. طيب وسافرت القاهره واشتغلت هناك موديل، انت راضيه على شغلها كموديل في الاعلانات وكده؟ والله انا نفسي تبقى احلى من كده كمان. نفسك ان هي تبقى ايه؟ هي نفسها طموحها اكبر من كده، هي دينا طموحها اكبر من كده، ومن طموحها الاكبر من كده انا نفسي اشوفها في احلى مكان، لان لما تكون هي احلى في مكان ومرتاحه انا مرتاحه، تعب السنين كله هيهون. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ لان نفسي ان اشوفها احلى من كده، ان هي ما تتعذبش اكتر من العذاب اللي هي شافته. ايه العذاب اللي هي شافته في نظرك؟ هي شافت كتير، شافت كتير اكتر من اللي انا شفته في حياتي. شايفة دينا ممكن تبقى ايه قدام؟ ممكن تبقى ممثلة مثلا؟ مستقبلها كبير. بس نفسي ان حد يمد لها ايدها يساعدها، نفسي ان حد يساعدها. لو حد جه قالك اي حاجة على دينا هتصدقيه؟ لا. انتي واثقة في بنتك؟ لا. اتقال لي كتير. اتقالك ايه؟ اتقالي كتير إيه؟ ازاي نسيب بنتك في مصر لوحدها؟ ازاي نسيب بنتك كده؟ تقولي ايه لكل ام بتتفرج علينا ممكن تجوز بنتها وهي صغيره؟ والله لما اتجوزت بنتك وهي صغيره. ليه؟ عشان ما تتبهدلش. انت ما بتشوفي دينا دلوقتي في فيديو كليب او ما بتشوفيها في اعلان او حاجه بتحسي بايه؟
بابا فرحان. بتفرحي ان هي بابا فرحان ان هي عايزه تعمل هنا حاجه؟ احنا هنا ارياف. اه ما انا عشان كده بسالك. اه واي في ناس كتيره من قرايبي مش راضيين. بيقولوا لك ايه بقى قرايبك؟ ما ينفعش. وازاي طبعا بنته وازاي ان هي تعمل صغيره قوي وصغيره وازاي ان تطلع من الارياف تعمل كده؟ اه احنا في ارياف والناس بتتكلم يعني يمكن انتوا حصل في كلام كده لما انتوا جيتوا واتصلوا بيا قلت لهم اه انا عارفه ان هم جايين. ايه بقى اتصلوا بيكي قالوا لك ايه؟ ما عرفوا ان احنا جايين يعني ان هم يصوروا لان هي دينا ما بتقعدش مكتب. اه على طول قاعده في القاهره. اه ما حدش عارف فما حدش عارف الموضوع ملموم ما بينكم. ما حدش عارف. اه ما حدش عارف. لكن اما الكاميرا تيجي تصور هنا بالنسبه لهم استغربوا. قالوا لك ايه بقى؟ ازاي؟ فطبعا هم لسه ما قالوش هم لسه هيقول. فطبعا لما هيشوفوها في التلفزيون اكتر هيتبهروا بيها. هيتبهروا بيها. هينبهروا بيها. انت شايفه كده؟ اه لان ما بتعملش حاجه غلط. هي ما بتعملش حاجه غلط. بتحكي عليا دينا؟ كنت بتحكي عليا دلوقتي؟ عادي بقى. لا بجد قولي لي كنت بتحكي على ايه؟ ده نفسي فعلا ما عملتش حاجه غلط. هي بتقول ان هي بتتبسط لما بتشوفك في الكليبات. اه جدا. هي بتتبسط فعلا؟ اه. طب منين بتتبسط ومنين بتقول مش عايزاكي تعملي حاجه غلط؟ بتتبسط عشان بيجي لها فلوس. طول ما شايفاني في الكليبات طول ما شايفه في دينا شغاله باسم نور الحياه وشغاله مودل. اه لا انتوا لو يا جماعه اسم نور الحياه ده اسم الشهره اللي دينا اشتغلت بيه فتره كراقصه يعني. لا راقصه نواره. نواره؟ اه. امال ايه نور الحياه؟ آه اسم الفن موديل. او وتعرفت فتره بنور الحياه الفنادق. اه بنور الحياه في الرقص. اه طب هي كانت بتقول ان هي مبسوطه بيكي وما بتشوفي مبسوطه لما بتشوف بنتها شغاله في كليب. فبالنسبه للبلد عندي انت كده نجمه. كده نجمه. اه انا البلد عندي مثلا فيها باسم ثوره فيها فانجو فانت كده وصلت زيهم. انت قلتي لي كلمه لفتت نظري والتقرير شغال. قلتي لي مامتي كانت فاكره ان انا لما اروح القاهره هقعد شهر وابقى نجمه. اه سنه وابقى نجمه. سنه وتبقي سنه وتبقي نجمه. هي كانت فاكره كده ان انت هتروحي بقى القاهره شويه وتبقي نجمه بقى وتنقليها لحياه ثانيه. مش تبقى احسن من عمامي تفتخر بيا قدام عمامي. انا بنتي نجمه بقى ومعانا فلوس كتير وعايشين عيشه كويسه. وانت كنت فاكره كده لما جيتي القاهره؟ كنت فاكره كده. وجيتي بقى لقيتي الواقع ايه؟ ملاوي سودا. لقيتي الموضوع مش سهل. ويا ريتني مليت. يا ريتك قعدتي هناك اصلا في بلاس. يا ريتني. كلمني عن والدتها شويه. ما هي اصل برضو ما هي المقاييس مش مظبوطه. ازاي يعني؟ ازاي ان الناس لما هيشوفوها ينبهروا بيها؟ هي شخصيه منبهره بيها. هي يعني منبهره بيها. هي بتحب يعني تشوفها في الكليبات. لا ده 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 يعني يكفي كلام دينا اللي قالته يعني. وبعدين هي قالت ان هي وقفت عشان ما تتجوزيش. هي وقفت فعلا عشان ما تتجوزيش وانت عندك 14 سنه؟ لا ما وقفتش. سابتك تتجوزي عادي وما وقفتش لابوكي؟ قالت له ان انت بتعمله ده غلط. انا رفضت ابويا يجيش معانا. انت رفضتي ان هو يرجع يقعد معاكوا بعد ما كان سايبكوا؟ اه. وبعدين بدا بقى انت حياتك غلط وانت عايزه تفضلي ماشيه كده وانت ومامتك. بدا يتكلم عليكي وحش واحنا قلنا الكلام ده في التقرير مش عايزين نعيده. بس هي ما وقفتش زي لا. ما هي بتقول كافت على بيتها. خافت على بيتها. ما هو بيتها من زمان وهو مش موجود. ايه جديد؟ لا بس رجع وهي كانت نفسها ترجع علشان الناس ما تتكلمش عليها. انت والدك منين؟ من هنا. من هنا؟ اه صعيدي يعني. تعليقك ايه على والدها ووالدتها؟ يعني مش هما السبب ان هما يوصلوها للمرحله دي؟ الرئيسي. اه الرئيسي. هما السبب الرئيسي. ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه. هم اللي ربوا الابن والبنت على الاخلاق وعلى المبادئ وعلى القيم. طيب لو انا اتحطت في حياتي ظروف زقتني ان انا ابقى حاجه انا مش عايزاها ارجع ازاي؟ دينا عايزه تتوب. هي عايزه تتوب. اول حاجه خالص لازم اصلح عندها مساله المصاريف الكتير اللي انا محتاجها كتير. لازم اعيش على قد ظروفي. لازم اعيش على قد ظروفي. سبت كل ده خلاص. وبعدين لازم من دلوقتي اهو من اللحظه دي نبحث عن عمل شريف. عمل يخليكي بعد 20 سنة تقفي وترفعي راسك وتقولي أنا عرفت أعيش بالحلال. أنا اشتغلت بالحلال. لكن مش هروح في مجتمع أنا آسف أنت اللي تسميه لأن أنت عشت فيه وأنت شفتيه. المجتمع ده كان بينهش في لحمك. كان عايز يأكلك لحم ويرميكي عظم.
المجتمع ده اللي كان عايز ياخد مصلحته وبس، المجتمع ده اللي كان عايز ياخد أحلى حاجة عندك وبعد كده يرميكي، المجتمع ده اللي عايز انت عايزة منه خدمة لازم ياخد منك مقابل طبعا. المجتمع ده اللي انت عشت فيه ده، انت قلتي آخر كلمة من شوية، قلتي يا ريتني ما جيت ويا ريتني ما جيت يا ريتني ما جيت وانت بتقوليها مرة واثنين وثلاثة. عايزة ترجعي، ربنا سبحانه وتعالى ما بيرفضش حد أبدا. تتوب أبداً. ازاي ما هو ديننا ده ما فيش واسطة بينك وبين ربنا. والذي هي الحمد لله حفظت نفسها من ان هي تقع في حرام في زنا، لكنها عملت حاجات غلط حتى باعترافها هي، لبسها ورقصها والحاجات دي كلها، الحاجات دي حرام باتفاق العلماء. وبعدين انت عايزه ترجعي، ارجعي، الحياه لسه قدامك مفتوحه حلوه قوي. ارجع لربنا مش ارجع للبيت؟ لا، ما هو انت لازم، علشان هي والدتها مش هتستقبلها. ازاي مش هتستقبلها؟ مش هتستقبلها. ليش خربشيت المره دي؟ والدتي قالت لي امشي اطلعي بره وما تجيش تاني، عشان هي مش معاها فلوس تديها لها، عشان ما ادتلهاش فلوس. لو كنت اديت لها فلوس بعد ما القناه جت صورت وبعد ما البرنامج جه صورت، كان زماني قاعده وجيت على الحلقه ومشيت. اديت على الحلقه كانها راقصه عادي، مفيش مشاكل، ما كانتش هتتوب. انا قاعده هنا مع ناس انا عايشه معاهم، ويمكن استاذه سمر قالت لي ان هم هيتصلوا. عايشه معاهم يعني. انا بتمنى لو حضرتك تطلبي ان هم هيتصلوا، ممكن تساليها، تساليها هي اولادها بعدتهم عني ازاي عشان كنت رقصة. طب ودلوقتي؟ انا دلوقتي ببص وبقولها فعلا انا خلاص مش عايزه رقصتي. بس انت كان جواكي حلم انك انت عايزه تكوني نجمه مشهوره. مش عايزه بعد اللي شفته. طيب الباب مفتوح قدامك، تعمل نشوف ايه؟ شغلان، نشوف شغلانه محترمه مؤدبه، هي ما شاء الله عليها ذكيه ولماحه، وهي ممكن تشتغل في اماكن كتير جدا، ممكن تعمل شغل كويس جدا، وربنا سبحانه وتعالى يكرمها. المجال واسع، من عمل صالحا، هي مش عايزه تاخد بالها من الايه دي، من عمل صالحا من ذكر او انثى، راجل او ست، وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. شاعت يا ابدأ الأول دلوقتي. في واحد، بص يا دينا، في واحد هي النية عندها والنية دي أهم في حاجة. عندي في عندي ضروريات يعني، في واحد قدامي مكشوف، أروح أدور على بدلة يلبسها ولا أجيب له أي حاجة يلبسها؟ أروح أجيب له أي حاجة أستر بيها عورته، وبعد كده أشوفه جعان عايز يأكل. طيب إحنا حاولنا أن إحنا نجيب لدينا شغل، لأن هي قالت أنا لو لقيت شغل ولقيت مصدر رزق أنا مش هرقص تاني، وإحنا اتفقنا معاها أن إحنا هنجيب لك شغل وما ترقصيش تاني، وهي هتفضل تحت نظرنا وقت طويل جدا لحد ما تقف على رجليها وتعرف يا ريت ترجع تكمل دراستها مره تانية، سياحه وفنادق. انا اتوقع يا دينا وانا قاعده بتكلم معاكي، انا شايفه ان انا قدام بنت ذكيه جدا، لماحه جدا، نظيفه جدا، واتوقع لك ان انت لو كملتي دراستك واشتغلتي شغلانه محترمه كمان سنتين ثلاثه انت هتعرفي نفسك، انت هتبقي حد تاني خالص، هتبقي عشان انت عايزه نفسي. ودي اهم حاجه، ان هي تبقى عايزه. انا عشان كده ما كنتش عايزه تطلع بوشها. انا كان نفسي والله، هي رفضت، هي قالت انا هطلع بوشي، لانه رفضت. لانه تاثرها بوفاه اولادها وتاثرها بخوفها من ربنا واضح عليها يعني. هي انا حاساها عايزه تنتقم من اهلها وزورها، معرفش ليه. لا لا مش بنتقم من اهلي، بس وسط الناس اللي انا اعرفه. اقول لك هي ظهرت بوشها ليه يعني، واحنا قاعدين مع بعض اهو. انت عشان الدايره اللي حواليكي. هي طلعت بوشها ليه؟ انا مش هي عايزه تقول على صوت انا ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش انا غلطت في الرأس، انا غلطت في الرأس لكن ما زنتش. انا كنت ببات في الشارع وكان بيقف لي عربيات كتير جدا، بحيث بدبلتي بقيت على الرصيف. تعالي شفتي لحد فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهي بتنتقم ايه؟ مش من اهلها، هي بتنادي في كل لسان خاط فيها، بتقول له خاف من ربنا، حرام عليك يعني، ما تحكمش عليا من الشكل اللي انا كنت فيه. النهارده المجتمع اهو ده المجتمع اللي ما عجبوش جحا، لا عجبه جحا وهو راكب الحمار، ولا هو ماشي هو، ولا عجبه يعني، بيساعدوها ان هي تمشي غلط، بيدفعوها ان هي تمشي غلط يعني. في اظنه ان شاء الله هيكون فيه شغل كويس جدا لدينا قريب جدا جدا إن شاء الله. جدا، وممكن يكون واحده من الاخوات اللي عندها حاجه ستاتي بتسمعنا، وممكن تتصل عليكي بعد الحلقه وتطلب ان دينا تشتغل معاها او تكون معاها في هو عامه. يا دينا بعد الحلقه دي انت اكيد هيجيلك شغل كتير قوي. انا مش بطلب عطف من حد، احنا مش عطف، ده مش عطف، انت ذكيه، احنا ما بنقولش مساعده، مؤهله على فكره، احنا بنقول شغل شغل مش مساعده، شغل. فهيجيلك شغل كتير قوي، واحنا امننا لك شغل اصلا تشتغلي فيه، وهنشوف لو جالك حاجه احسن هتبقي فيها ان شاء الله. ولو في كلمات معينه ممكن تقولها، ولا هي بس خلاص نيتها كده مع ربنا؟ هي عايزه تقول حاجه، هي عايزه تقول رساله، هي عايزه تقول رساله. مش عايزه الناس توصلي ان انا اعرف الاول ظروفي ايه اللي خلاني ابقى كده.
طب هترجعي ان انا اول فرصه هترجعي تاني للشغل هترجعي تاني حتى لو خلاص. حتى لو انت محتاجه يا شيخ انا امي قالت لي فانا مش هرجع بيتي تاني. لا 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 هترجعي الشغل بالتالي. هترجعي تشتغلي تاني الشغل التاني حتى لو انت محتاجه فلوس حتى لو انا محتاجه خالص انا جربت خلاص انا جربت. قولي رساله لاي بنت بتسمعك اي بنت بتتحط في ظروف نفس الظروف اللي انت موجوده فيها استحملي لان في مثل بيقول نار البيت ولا جنة الشارع نار البيت ولا جنة الشارع ولا جنة الشارع هتتبهدل وانت شفتي نار الشارع عايزه تقولي لمامتك ايه تقولي لوالدتك ايه ولوالدك لا والدي حسبي الله ونعم الوكيل لا 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 ما تقوليش كده قولي الحمد لله على كل حال يعني هو السبب في اللي انت فيه هو اللي عمل فيك كده يعني لو كان حنين عليكي وكان بيحترمك وكان بيصرف عليكي وكان مأمن لك حياة وكان كمل معاكي لحد ما خلصتي تعليمك ما كانش حصل لك كل اللي حصل أكيد مش لازم يبقى حنين كان يأمنها وخلاص يسترها مش لازم يبقى حنين عنه ما بقى حنين طب تقولي إيه لعمامك يا دينا حسبي الله ونعم الوكيل فيه طب تقولي إيه لكل الناس اللي ظلموكي قبل كده ولا حاجة بس هو دلوقتي عارف ودي رأيه بيت جوه طب تقولي إيه لنفسك أنا غلط وبتمنى إن ربنا يسامحني بس ربنا ما بيفوتش حد أبدا وما بتردش حد بيرجع له أبدا أبدا أكيد هو قال كده يعني شوفي حتى يعني في معانا وقت يا أميرة ولا للأسف الوقت انتهى أنا كان نفسي إن إحنا نقعد أكتر من كده لكن الوقت انتهى بس أنا عايز أختم بس بالآية دي آية صغيرة قوي عشان أحسسها قد إيه ربنا رحيم لو هي رجعت وتابت وفي نفس التوقيت خليني أرفع صوتي في رجال الأعمال اللي مشغولين وسايبين الحاجات اللي زي دي لما أحد الدعاها راح تونس ودخل بيت البيت ده كان فيه ستات بيمشوا غلط المطلب الوحيد للستات دول وفي وسط بكاء شديد جدا انه فين رجال الاعمال في كل الدول العربيه والاسلاميه ليه سايبيننا ما بيصرفوش علينا احنا مشينا غلط لما ما لقيناش حد يصرف علينا فبنقول للناس حرام عليكو اكبر فضل عند ربنا مش انك تطلع 10 جنيه وترميها من جيبك وخلاص لا انك تشوف الناس دي عشان تمنع الغلط ده حاجه كمان ونبي مش الناس اللي بتمشي في الشارع تشحت بس هم دول المحتاجين لا خالص اصلا متسولين دول متسولين تمام في ناس مش عارفه تقول انها محتاجه يعني حاولوا تشوفوا هما فين وتعرفوا هما فين هما اولى بالفلوس في ثانيتين بس اقول لها انه ربنا يوم القيامه بيقول وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسه كله ساكت محدش قادر يتكلم ولا ربنا بيحبها اليوم ده طبعاً انه وصلها للحاجه دي طبعاً. يعني هي جواها حاجه كويسه جدا فالمشهد يوم القيامه صعب جدا فربنا يقول وخشعت الاصوات للرحمن ما يقولش وخشعت الاصوات للجبار ما يقولش وخشعت الأصوات للمنتقم علشان كده ما تخافيش من ربنا ارجعي وربنا معاك للأسف أنا لازم أختم الحلقة شيخ أحمد صبري علماء أحد علماء الأزهر أنا بشكرك جدا نورتني النهاردة شكرا دينا إحنا أول ما شفناكي أنا وفريق الإعداد أو أنا وصمر بالتحديد إحنا حبيناكي جدا وعرفش أنت حسيتي بده ولا لا وحسينا أن أنت فعلا مختلفة وإحنا ماشيين أنا وهي في العربية قلنا لبعض يا ريت دينا دي كانت تبقى حاجه تانية انا قعدت اقول لها دي ذكيه جدا دي ازاي كده احنا توقعنا لك حاجه احسن فاهمه قصدي اعتبري ان انت عندك اخت جديده النهارده اكيد يعني اي حاجه تطلبيها او اي حاجه تأمري بيها تمام واعتبري ان كل فريق البرنامج اهلك واحنا مش هنسيبك لان انتوا بجد والله اللي حطيتوا رجلي بجد على طريق الصح حبيبتي اعتبرينا ان احنا اهلك الجداد ومش هنسيبك لحد ما تقفي على رجليكي وتبقي واحده فخوره بنفسك وفخوره باللي انت عديتي بيه حتى لو كان غلط عشان انت هتبقي مثل لاي واحده تمر بنفس الظروف اللي انت مريتي بيها وهم كتير على فكره بنات كتير مش لاقيين شغل وبنات كتير صغيرين مش عارفين يصرفوا ومطالبين ان هم يصرفوا على اهاليهم واهاليهم بيقولوا خروج اتصرفوا مالناش دعوه هاتوا فلوس عايزين فلوس انت نورتيني النهارده انا اللي سعيده انا جدا واحنا زي ما قلت لك اعتبرينا اهلك احنا اهلك دلوقتي وهنفضل واقفين جنبك لحد ما تمري المرحله دي وان شاء الله خلاص هانت انت دلوقتي خلاص بقى عندك شغل وبقى عندك مصدر دخل من شغلك ومن عرق جبينك وان شاء الله نحاول ان انت ترجعي تكملي دراستك مره تانية يا رب بشكرك جدا يا دينا نورتيني النهارده مشاهدينا يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من حلقه النهارده يا رب اما نشوف حد ما نحكمش عليه بسرعه وما نقولش حتى لو احنا شايفينه بيعمل حاجه غلط قدام عينينا ما تعرفش هو وراه ايه يقولك تعرف فلان اعرفه شفته بيعمل كذا وكذا 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 عاشرته لا يبقى ما تعرفوش ولا تعرف اي حاجه عنه ما شوفش حد واحكم عليه مهما كان بيعمل
حتى لو شفتها بتعمل ايه قدامي، معرفش هي مرت بايه وعندها مسؤوليات ايه وشافت ايه وعندها كم سنه. 18 سنة صغيرة قدها، لسه في حضن ماما وبابا بيتعلموا وبيدرسوا وبياخدوا مصروفهم وبيتدلعوا وبيخرجوا وبيسافروا وفي حضن ابوهم وامهم قدها. هي ما عندهاش الفرصة دي، ما جات لهاش الفرصة دي، فمش لازم احنا كمان نحكم عليها حكم وحش ونبقى اقصى عليها من الزمن ومن الظروف اللي اتحطت فيها. نبقى رحيمين بيها ونساعدها ونمد لها ايدينا وتعالي هنساعدك هنقف جنبك. لما تشوفوا حد محتاج اوعوا ما تمدوش ايديكم ليه، مدوا ايديكم وشوفوا. يعني التجاره مع ربنا، اخر كلمه هقولها اختم بيها، التجاره مع ربنا مش احلى حاجه في الدنيا؟ طبعا. يعني انت لما تتاجر مع ربنا في عبيده اللي محتاجين، ربنا بيرزقك قد ايه؟ ده افضل حاجه، اضعف اضعاف الاضعاف. يكفي ان احب الاعمال الى الله سرور تدخله. طيب. على مسلم. اكيد. انا بشكرك جدا، بشكركم جدا مشاهدينا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. كنت معكم اميره بدر، سلام.